حج عبد عنده مشكلة موجودة عند معظم الناس سيدنا، ويا ريت فالتوجيه للجميع يستفادوا من عندها، اللي هو لما يجي يصلي شكو شغلة خارج الصلاة تجي على باله أثناء الصلاة. في واقع الحال يعني هذه حالة ناتجة، يعني ناتجة من عدم الاهتمام بأصل الصلاة، يعني هاي الصلاة شنو مو مهمة، فد قضية الله قال لنا خلي نمشيها ونقضيها وتروح. هذا الشعور بأن نقضيها وتروح هي هذه، أنه فد قضية تعودنا عليها. أما لو أنت تفكر أن هذا لقاء مع الله، هذا وقوف أمام الله، هذا على حال شو تسميها فرد مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت لابد بآداب معينة تتوجه إليه سبحانه وتعالى، هذا الشعور يغير طريقة تفكيرك ونفس الوقت تعاملك مع الصلاة. شو بعض الناس لما كان يصير وقت الأذان كما ورد في بعض الروايات أنه وجهه يصفر شكو، يقول لقاء مع الله، لقاء مع الله عندي، شلون أنت عندك لقاء مع رئيس وشلون تدخل ترجف وكذا وتعدل الرباط وكذا، شكو رئيس جاء أدخل لقاء مع الله. هذا الشعور أنه لقاء مع الله هواي يغير، هواي يغير. بعد ما تقرأ كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، بعد موتشي فشلة الله أمامك، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، حتى قراءتك تتعدل، حتى يدبر في القراءة واقع، يعني تبدأ تغير إذا أحسست بأنك أمام الله ورب العالمين واقف يشوفك إيش تقول إيش تسوي، سبحان ربي الأعلى إليه، وهو هم جاي يخلي لك درجات. هذا الشعور هواي مهم، احنا ما عدنا هذا الشعور للأسف، وإنما شنو مولانا، وإنما حسب تعبيرنا اسقاط فرض او اسقاط واجب حسب.